عزي عزيتي جدي بيان عزيتي معاكم دو نوفو رحبني قالوا منشط لي قلبه صافي وينشط حافي ونكر نفوا في الجوك سبور نمشي روك تومور الحدث الكبير تاع الجمعه هذه واللي ساهل في مروك لوترينور التونسيان اللي فاز لبن زرتي اللي وصل لفينال تاع كوب لو موند مع الرجاء بوضاوي قبل ما نقفل شو اللي فاز لبن زرتي في النايف هلك نسيان عطيني روك تومور تصاور تاع شو اللي فاز لبن زرتي بعد ما تشد دومي وذكركم تصاور هذوما لوكسكلوزيفيتي عثمنا حسن سمرته وكما يقول ماتش المغربي ديال دوكالي تزداداني وصلنا بالراجع الدور فينالي او كمبيوني يحصل على الطش يا خويا بروك علينا يا كوتشي يا فوزي يا ودي لا اسمعني في تلاقه يا تزداداقه في تلاقه لا حظ لي روحك باش نعطيك على شو الباقي في تلاقه يا ودي ساعتيني يا كالصباب في تلاقه ناحيتهم لرونالدينو في تلاقه اتك سمعني يا فوزي الله يبارك فيك اخويا اتك زين حيت هلوانه وهذه الزوينه وهذه نتاعي انا وهذا واحد السوفينير كيفاش حبت اخويا نتايا يا ودي لا عف عليا في تلاقه قال ولا سوفينير في تلاقه يا ودي الحوايج ناحيتو رونالدينو كل كاي انا مش نروح بها فتلا والله الى الملك بيدو يطلب فيها من بكري فتلا في التليفون ويقول لي انا تحب عليه تاخذه في المروك فتلا يا ودي اسمعني لحظه فتلا وجهنا ايش عندك انت بالله بالله فتلا حتى للجونيلا نتاعو ناحيه والو رونالدينو فتلا يقوى عليكم مال ربي فتلا والله الى هاي هذه فتلا تونتي المعجبات نتاعي وانا معروف على عندي برشا معجبات فتلا يا ودي الله يعطيكم الصحه الاولاد ما قصرتوش انا ما نوصيكمش ضد البايرن فتلا يا ودي ماكم تعرفوا الالمان عندهم على قش هاي فتلا وعندهم على كباب تعمل كيف وزيدك الاولاد ريبيري فتلا كان صدقني على ربي عنده نبذ هب وكان تعملوا لمزيه انطروه له فتلا خندوروا الزيرو فتلا ونولي منها كاس العالم ومنها لشوبين فتلا الحمد لله رب العالمين قديش قشيش في مخك لسيو لو فوزي لبن زرتي ونرجع توا ركتو مو عزي عزتي للنايف وناخذوا معانا لسيو لو فوزي لبن زرتي باش يحكي لنا لوكسبيريونس نتاع كوب لو موند اهلا وسهلا ميغالو فتلا بالله لا لحظه برك نكمل على التليفون نقعد معايا فتلا الو وي فتلا اهلا بالملك فتلا شنو هي الاحوالك الروا فتلا والله انت نحب نشوف الحاجه ونشوف الحاجه العائله وشوف الحاجه تصافى وشوف معانا باي فتلا ولا كتش حاجه يا ودي مش مشكله فتلا تو نشري معايا زوز باجيت في يديا فتلا يا ودي لا مش مشكله حط الفطور وكول على روحكم فتلا لا ينحيك يا عزيزي فتلا هيا في الامان فتلا يا ودي انا مالك كيفاش انا قلت لي ميقالو فتلا سامحني فتلا مو كان معايا اللوروا فتلا الملك كان معايا في التليفون والله انا فرحان بيا برشا فتلا ولا كل دارجين يتصل بيا فتلا شنو قلت لي لفوزي الملك هاودي شبيك هاودي نحكي لك على فينال تاع كوب لو موند وانت تحكي لي عن الملك هاودي شبيك تحكي لي على حريم السلطان هاودي نحكي معاك لوجيك والله ما انا شبني انا نقول لك فتلا والله مي قالوا فتلا فيما يخص الدوري النهائي فتلا جينا ضد البايرن فتلا لا هو فريق عملاق ورغم اللي يعني كفوزي بنزلت انا قلت لهم الملاعبيه فتلا كل كي ما فما حتى لا مشكله فتلا هما بايرن فتلا الالماني فتلا وانتم معاكم على بايرن التونسي فتلا يضرب فيكم ولكن الله غالب فتلا الحظ ما كانش معانا وعلى كل حال فتلا شوف على عينيك على التليفونات ما ركحتش الصباح على طلبني مانديلا فتلا قال لي نحبك تراني جنوب افريقيا وتوا فتلا راني نحكي معاك فتلا طلب فيها أنجيلا ميركل فتلا خلينا نشوف شبيها ويا العزيزتي يا بنتي نعرف فتلا والله حتى أنا نعزك فتلا ربي فضلك لي سلم لي على بيكن باور فتلا يا ودي على أخوي هذاك فتلا مع السلامة والله ما نعرف فتلا كيما لا تشوف منا ميقالوا فتلا العروض الألمان فتلا يحبوني ندربهم في كاس العالم فتلا تبقى أنا رفضت وقلت لهم على بالعكس فتلا لأن ولا أسلوبي ما يتمشاش مع أسلوب المنشافت فتلا لكثر ولا أقل شنو قلت لي فوزي منشافت هاودي منشافت شكون ها فوزي شبيك وليت لي حسين الجزيري في المخ قال لي منشافت هاودي شبيك من مشيت من الروح ولا مخك من الحوز هاودي احكي لي تكتيك احكي معايا اللوجيك يا ودي العف عليا فتلا ميقالوا هاودي ما انا قلت فتلا على فوزي البنزار معروف لا يفرض اسلوبه ويلعب على الضغط العالي فتلا في مناطق المنافس مهما كانت صفته عفوا 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 خويا ميغان وانا مضطر هنا باش نقطعكم الزوز انا خاطرني سمعت سي فوزي البنزرتي يحكي عن اللعب باسلوب الضغط العالي ولهنا انا مضطر قدام العشره ملايين توانسه باش نقول لفوزي لو كان جيت متابع لبرنامج عندي ما نقول لك راك تعرف بالتاكيد انه الضغط يولد الانفجار شنو قلت انفجار هاودي مش قلته في راس العام انفجار هاودي شبيك تعمل هيك علي وخي يقول نقطعوا لك فيه هلك نسيه هلو عزو مالو لو خير يا حزني افرو كونتوسيون لقمان في الحافلة وتوفيق هاودي حتى من ببليك نتصفقوا لمر ويحكم وقطعوا هاو قال لك انفيجا تاول نمشي ركتو ما لو سجي نمرو تروا مع تارق ذياب وزير الرياضة اللي كان قاعد بحلينا الجمعة اللي فات لبس عليه ومن بعد خرج في التلفزيون ولا يسب فينا وقال ما تصلحوش شنحطكم في قرية وقال زيدا شي عملنا هينو ها او بيان شي عملنا درا كيفاش سوبونسان نمشي تو ركتو مع تصاور تاع فتحي المولدي اللي حط في قلبه وقال له صحنينا ماني ساكت له ومشي يعمل كيما عمل الوداع الجري ومشي شكبي راشد وغنوشي
شوف اسمعني قل لك، راهو الشيء اللي صار خطير وخطير وخطير للغايه شيخنا معز. تو يعجبك هكا سي طارق الذياب بعد ما حضر معنا في البلاتو وفرحنا بيه يمشي يسبنا في القنوات الاخرى وفي صفحات الفيسبوك شيخنا معز، عفوا شيخنا راشد. شوف يعني يا فتحي، في البداية والحمد لله لا تتغشش منا، أنا شخصيا أحبك برشا، وخاصة أني أعرفك أنت بالذات الوحيد الذي كنت عاملا لحية قبل الثورة. الله غالب يعني خويا، امسح فيا. وفي كل حال يعني هو ماشي على روحه والحمد لله. هو في الحقيقة يعني كل هذا ما كانش يصير لو كان مش من حمادي جبالي الله يهديه. يعني سمعني مرة يعني كفاش قلت يعني انه قنوات الجزيرة ساهمت في الثورة، يا اخي يعني مشى في باله انها ساهمت يعني في الثورة بقنوات الجزيرة الرياضية، لذلك يعني هو عيط له جابه واعطاه وزارة. وأنا يعني نحمد في ربي أنه مزاد جاب لي معه الشوالي وحطه يعني كاتب للدولة، ولا راو كسر لي رأسي بالعياط يعني. إذن ما تحط شي في بالك يا فتحي وامسحها فيا على مراد الله يعني. هاودي مرسو بكو، هلك نسيان على الفتتي هذي اللي عدتو هكا عزي عزتي كوكو سوا بوزيسيوناتي فوق قدام تحت التلفزيون وبيان في قلب التلفزيون.